أبنائي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا وسهلا بكم في قناة مصر التعليم الفني شعبة الملابس الجاهزة. إن شاء الله هندرس مع بعض مادة المقايسات، هنكمل على الجزء اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت في الصف الثالث. كنا اتكلمنا على معنى المقايسة وأخدنا الأسس الفنية، بس للأسف ما كملناش الأسس الفنية مع بعض. طبعا بالنسبة لتعريف المقايسة، مين فاكر؟ ها، في سمع ناس بتقولي هي حساب كل ما يدخل في صناعة المنتج من كميات أساسية، خامات أساسية زي القماش وخامات مساعدة زي أي خامة عندي بتكمل المنتج بتاعي، وكمان حساب الزمن اللي أنا بحتاجه وحساب الأرباح وحساب الأسعار وكل التكاليف وتحديد مراحل التشغيل الخاصة عندي إلى أن أصل إلى تكلفة المنتج النهائي اللي أنا ممكن أبيع بيه أو أصدر بيه أو أورد بيه المنتج بتاعي. يبقى ده كان معنى المقايسة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، هي حساب كل ما يدخل في صناعة المنتج من خامات أساسية وخامات مساعدة ومراحل تشغيل وأسعار وتكاليف وإيه وأرباح وأسمان. بعد كده خدنا الأسس الفنية، قلنا الأسس الفنية دي حاجة مهمة جدا لازم أنا أكون شبه حافظها، أو أنا بالنسبة لي مادام أنا فاهم رسم فني أو رسم باترون بيبقى أكيد الحاجات دي مرت عليا وأنا عارفها من خلال رسم الباترون، لأن رسم الباترون مرتبط ارتباط كلي ووثيق بمادة المقايسات. طيب مين فاكر في الأسس الفنية كنا قلنا أول حاجة عندي هي إيه؟ كانت هي مسافة الخياطة والسنايات، واتفقت معاكم ان مسافة الخياطة سنتي في جميع الاتجاهات، في اي مكان انا بضيف دايما سنتي مقدار للخياطة الداخلية، وكمان مقدار السنايات هو ايه؟ كنا قلنا ان هو بيتراوح من 2 لـ5، لكن المتعارف عليه دايما 2 سنتي، ده على حسب سمك القماش، واذا هو في المسألة بتاعتي او في التمرين اداني قال لي ده انا عايز تانية 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي على حسب ما هو بيديني في المسألة بتاعتي. طيب في حاجة تانية عايزين نتطرق ليها بالنسبة لمسافة الخياطة والتنيات ما كناش نوهنا عنها المرة اللي فاتت، هي ايه؟ هي مقدار خياطة السوستة. مقدار خياطة السوستة انا برضو بضيف لها 2 سنتي لتركيب السوستة، ده كان بالنسبة لمسافة الخياطة والسنيات. كان كمان اخدنا المردات، ولو فاكرين مع بعض اخدنا للمردات 3 أنواع للمردات، هناخد كده هنراجعهم بسرعة مع بعض. أنا عندي هنا كده في المرد البسيط، والمرد البسيط دايما أعرفه منين؟ إن أنا بمجرد ما بشوفه عندي بلاقيه بيتميز بوجود صف من الأزرار، يبقى ده اسمه ايه؟ ده كان المرد البسيط، والمرد البسيط عرضه 2 سنتي ومقدار البطانة بتاعته دايما بيكون ضعف عرض المرد. يبقى انا عندي المرد البسيط بيكون عرضه 2 سنتي والبطانة بتاعته بتكون 4 سنتي، يبقى مقدار المرد بالبطانة مع بعض كانوا ايه؟ بضيف 2 زائد 4 يبقى بيساوي 6 سنتي، ده مقدار المرد ايه؟ المرد البسيط بالبطانة، ده مقدار اضافة انا بضيفها على عرض الامام اللي هو مديهوني في المسألة بتاعتي الى جانب مسافة الخياطات اللي موجودة. يبقى انا هنا ده اول نوع في المردات كان هو المرد البسيط. تاني نوع في المردات كان مين؟ كان المرد الكروزي. احنا طبعا بنعمل ريفيجن مراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت. المرد الكروازيه كنا قلنا ان هو عرضه كبير وبيتراوح من 5 لـ10 سنتي. طبعا انا هنا عندي بالنسبة للمرد الكروازيه اهو كنا قلنا ان هو بيتميز بوجود صفين من الازرار، وصفين من الازرار معناها ان المرد بتاعي بيكون عرضه كبير، وقلنا انه بيتراوح من 5 لـ10 سنتي، 5 سنتي ده بيكون في البلوزات والفساتين، و6 سنتي بيكون في الجاكيت، وال10 سنتي بتكون في البلاطي والمعاطف، البلطو او المعطف. يبقى انا هنا ده بالنسبه للمرد الكروازيه كمقدار عرض بس للايه؟ للمرد. طب مقدار البطانه؟ قال لي لا، احنا اتفقنا هنا في المرد البسيط ان مقدار البطانه ضعف عرض المرد. نفس القاعده ونفس الكلام اللي انا بتكلم فيه هو نفسه، ان البطانه بتاعت المرد الكروازيه بتساوي ضعف عرض المرد. يعني لو المرد عندي 10 5 يبقى البطانة بتاعتي بتبقى كام؟ 10 سنتي.
ده ايه ده بالنسبه لمقدار البطانه، لكن انا لما بضيف في المساله بتاعتي او في التمرين على الامام قال لي لا ده انا بضيف الخمسه بتاعت المرد الى جانب الايه العشره بتاعت البطانه، يبقى اجمالي الاضافه والزياده على نصف الامام بتبقى 15 سنتي، ده بالنسبه للمرد الكروازي. طيب في مرد كمان، قال لي في نوع تاني من المردات، هو مين؟ قال لي المرد اللي بالريفيرا. والمرد اللي بالريفيرا وعن طريق شكل الرقبة أنا بقدر أحدد إن ده مرد بالريفيرا، وطبعا بتبقى موجودة الأزرار عندي بعد كده في التصميم اللي موجود. طيب هنا في الحالة دي أنا لما أجي أحسب المرد ده، المرد ده لما أجي أحسبه بلاقي نفسي إن أنا باخد مقدار المرد الاتنين سنتي، دول المرد اللي متعارف عليه عندي، وبعدين بضيف 2 سنتي مقدار لتانية المرد، وأضيف عليهم وسع الرقبة، وكمان باخد 3 سنتي على خط الكتف. يبقى أنا المرد اللي بالريفيرا قلت بتميز عندي بأن هو فيه قلابة، القلابة دي بتخليني على طول أركز أن هو مختلف عن المرد البسيط في أن هو لما بضيفه وبحسبه باخد 2 مرد واتنين مقدار تانية البطانة الداخلية ووسع الرقبة ومقدار 3 سنتي على خط الكتف. ده بالنسبة لأشكال المردات الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. طيب بعد كده قال لي في عندي هاخد حاجة تانية اللي هي ايه؟ هناخد الأكمام. بالنسبة للأكمام الأكمام طبعا أنا أي موديل عندي مادام بتكلم على فستان أو بلوزة أو جاكيت، فستان طفل، فستان مثلا سواريه، أو بتكلم على أي بدلة، قميص فرنجي، بيجامة، أي منتج من المنتجات دي بيكون في عندي دايما الأكمام. والأكمام بيكون ليها دايما حسابات معينة، إن أنا لما باجي أخد الكم بتاعي بلاقي إن في عندي هنا بالنسبة للكم مقدار خياطات، الخياطة بتكون دايما 2 سنتي خياطات من الجناب. أنا رسمة الكم أهي، لو أنا برسم الكم بتاعي أهو، لما برسم الكم ده لو كم قصير أنا بضيف اوريدي على عرض الكم، ده العرض اللي موجود عندي، بضيف له سنتي خياطة يمين وبضيف سنتي خياطة شمال، ده بالنسبة لمقدار الخياطة. يبقى إجمالي الزيادة اللي أنا بضيفها 2 سنتي. الطول بتاع الكم اللي بضيف سنتي خياطة عند الحردة واتنين مقدار للتانية. هنا أقول لك خلي بالك معايا إن أنا بالنسبة للطول بتاع الكم، لو الكم بتاعي منتهي بتانية يبقى أنا هضيف 3 سنتي إجمالي، الزيادات بتاعتي هتبقى إجمالي 3 سنتي. ده لو هو منتهي بمقدار التانية. لا ده انا الكم بتاعي جه في الموديل وراح عمل حاجة غريبة جدا، قال لي ايه ده انا الكم منتهي بايه؟ بقلابة. انتهى بقلابة، في الحالة دي اختلف على طول مقدار الخياطات، بضيف سنتي خياطة عند الحردة وبضيف هنا سنتي خياطة لاني انا بركب فيه مقدار القلابة. لا ده اداني كم بشكل تاني خالص خالص، اداني ايه؟ قال لي الكم بتاعي منتهي بإسورة، ده منتهي بإسورة بخط خياطة، في الحالة دي برضو بضيف سنتي خياطة وسنتي خياطة، يبقى مقدار إجمالي الخياطات اللي أنا بضيفها 2 سنتي على طول الكم. لا ده الكم حاجة تانية خالص، أبص ألاقي الكم بتاعي عمل لي فيه كورنيش، في الحالة دي بقى خط تركيب خياطات، بضيف سنتي خياطة وسنتي خياطة. يبقى أنا هنا إجمالي طول الكم في حالة وجود ثانية يبقى 3 سنتي، في حالة تركيب أي جزء في نهاية الكم بضيف 3 سنتي، سوري بضيف 2 سنتي، بضيف سنتي خياطة علوي وسنتي خياطة من أسفل، يبقى في حالة تركيب قلابة، إسورة، كورنيش، أي جزئية إضافية في نهاية الكم بضيف 2 سنتي مقدار الخياطات، ده بالنسبة للأكمام. بس في حاجة مهمة، لما أجي أوزع الكم على القماش لازم اراعي ان انا بحط ايه؟ بحط كمين. اوعي تنسي، اوعي تنسى الملاحظه دي، ان انا لما باجي اوزع على القماش لازم اوزع عندي كمين، الا بقى لو هو تصميم سواري وفي كم واحد دي حاجه ثانيه طبعا بالنسبه لي. طيب الكم ده منتهي قلنا باسوره، لو هو منتهي بالاسوره انا لازم احسب مقدار الاسوره. قال لي الاسوره طبعا بتبقى عباره عن جزء مستطيل في نهايه الكم، ولما باجي اضيف لها مقدار الخياطه انا بضيف سنتي خياطه. بس الاسوره عمرها ما بتكون قطعه قماش منفصله او قطعه قماش فرديه، لا دي دايما بيكون ليها مقدار بطانه.
عشان كده لما باجي اخد الاسوره باخد عرض الاسوره واضيف له مقدار سنتي خياطه واضرب في 2 الاجمالي ده علشان يديني مقدار الاسوره بالتانيه اللي موجوده عندي. يبقى انا بالنسبه لعرض الاسوره باخد العرض بتاعي واضيف له مقدار سنتي واضرب كل ده في 2 علشان مقدار البطانه. طب ولو باجي احسب طول الاسوره؟ قال لي لا، باخد الطول بتاع الاسوره بتاعتي بتبقى عباره عن محيط الرزغ. هنقول كلمه محيط الرزغ، لو قال لي محيط الرزغ يبقى ده طول الاسوره، باخد الطول بتاع الاسوره اللي هو مديهوني وبضيف له 2 سنتي خياطات باعتبار سنتي يمين وسنتي شمال. وده زي ما انا قلت بالنسبه للكم، لما اجي اوزعه على القماش ان انا بوزع الكم بتاعي كمين، لازم في الاسوره اوزع اسورتين، ما انساش يبقى الاسوره بتاعتي لازم احط اسورتين واوزعهم على القماش اللي موجود عندي. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاسابر. بعد كده في عندي التوسعات. طبعا اي موديل سواء فستان او جيبه او اللي هي الجونيلا انا بضيف لها توسيع لحريه الحركه، يا اما لو انا مش بعمل توسيع بعمل حاجه كمان اللي هي ان انا اعمل قصات او اعمل كسرات او اعمل كالونيهات. يبقى انا على حسب التصميم اللي موجود عندي لازم اخلي بالي ان انا ممكن اعمل التوسيع اللي موجود. طيب بالنسبه للتوسيع في القصات القصيره اللي هي الموديل لات اللي هي الميديوم القصيره بضيف 5 سنتي مقدار توسيع، لو الموديل بتاعي طويل ماكسي بضيف 10 سنتي علشان يدي حريه للحركه، لو في قصه طوليه وفي حاله القصه الطوليه انا بضيف كام؟ بضيف 3 سنتي بس، لان 3 سنتي على فكره بتبقى في القصه يمين وشمال فبلاقيها بتتكرر معايا، يبقى انا مقدار القصات بتبقى 3 سنتي زياده على مقدار الموديل الامام او موديل الخلف على حسب وجود القصه بتاعتي في اي جزئيه في التصميم بتاعي. طيب هناخد حاجه كمان هي مقدار الكشكشه، وبالنسبه لمقدار الكشكشه دي طبعا بتديني نوع من الشكل الجمالي وبتديني كمان نوع من الوسع والراحه في الايه في الاستخدام بالنسبه للمنتج اللي موجود عندي. طب لو انا عندي جونيلا والجونيلا دي انا هنفذها بكشكشه، طبعا مقدار الكشكشه ده بيتوقف على سمك القماش، بيتوقف على سمك القماش. لو القماش خفيف انا بعمل كشكشه غزيره، الكشكشه الغزيره دي عشان احسبها باخد مقدار دوران الوسط واضرب في 3، ده في حاله القماش الخفيف باخد الوسط واضربه في 3. طب القماش بتاعي متوسط السمك؟ لا، في حاله المتوسط السمك انا باخد الوسط واضرب في 2، بقلل مقدار الكشكشه، لان لو الكشكشه استمرت بنفس المستوى هيبقى القماش السميك هيدي احساس مش مناسب وهيدي احساس ثقل وهيدي سمك وهيبقى شكله مش مرتاح وهيبقى مش مستحب طبعا ان انا اعمل فيه كشكشه غزيره بالنسبه للقماشه المتوسطه السمك. طب لو القماش بتاعي قماش سميك، لو القماش السميك انا باخد الوسط واضربه في 1.5 بس مقدار للكشكشه. على فكره انا بتكلم كل ده لو هي جونيلا، لو هي جونيلا. طب افرض هي مش جونيلا، افرض انا عندي بلوزه والبلوزه دي هو عمل فيها كشكشه، هيعمل كشكشه في البلوزه؟ اقول لك اه، هيعملها فين؟ وليكن ادي تصميم البلوزه وجه هنا ده المرد بتاعي وراح عامل كورنيش من على الجنبين. في الحالة دي الكورنيش ده انا هاخده ازاي؟ هحسبه ازاي؟ قال لي باخد طول الامام، باخد طول البلوزة واخد الطول ده واروح ضربه في 1.5 كفاية علشان ما خليش الكشكشة غزيرة يبقى شكلها مش مناسب، او على حسب ما هو هيقول لي في الموديل. يعني انا هنا بيديني الكورنيش في التصميم ويسيبني انا لوحدي اشتغل ان انا هجيبه منين الكورنيش ده لما اجي احسبه. اه لا، ده انا بجيب طول البلوزه اللي موجوده عندي. لا لا لا، ده عمل الكورنيش في مكان تاني خالص. ازاي؟ جه في الكم زي ما كنا بنقول من شويه وراح هنا ركب الكورنيش. ايه ده؟ طب انا هجيب الكم ده، هجيب الكورنيش بتاعه ازاي؟ هو مش قايل لي. اقول لك طب ماشي، لكن هو مديني عرض الكم، يبقى انا هاخد عرض الكم واضربه في 2. طبعا انا 2 او 1.5 ده بيتوقف قلنا على سمك القماش اللي موجود. لا 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 لا، ده الكشكشه ولا هي في الكم ولا هي في القصه،
او في المرض. امال فين؟ قال لي دي في قصه خارجيه. في قصه خارجيه ازاي؟ اداني الامام وراح عمل لي سفره، والسفره دي ركب فيها هنا كورنيش. في الحاله دي انا هاخد عرض السفره او هاخد عرض الامام بتاعي اللي موجود هنا ده، وهو ده اللي انا هاخده اضربه في مقدار 2 أو 1.5 كمقدار للكشكشة اللي موجودة عندي. يبقى أنا على حسب مكان الكشكشة أنا باخد العرض أو الطول وأضربه في مقدار للكشكشة، سواء 1.5 أو 2 سنتي، وده بيتوقف على سمك القماش اللي موجود عندي. يبقى احنا هنا كده بالنسبة للكشكشة بتتوقف على سمك القماش. طيب في عندي حاجة تاني، هي ايه؟ هي الكرانيش المتعددة الأدوار. والكرانيش المتعددة الأدوار قال لي طبعا دي في عندي كورنيش متركب عليه كورنيش تاني، كل واحد متصل باللي قبله. لما اجي انا اخد الكرانيش بتاعتي دي لازم الكورنيش الاول يكون مرتبط بمقاس الوسط، الكورنيش التاني لا 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 ده هيتركب في الاول. يبقى انا لازم يكون عندي مقاس الكورنيش الاولاني وهو ده اللي انا هضيف عليه او احسب له مقدار الكشكشة اللي موجودة فيه. ده خلي بالك ده الكلام ده ايه؟ ده الى جانب مقدار الخيط اللي انا بضيفه بعد كده. يبقى انا باخد هنا في الكرانيش المتعدده باخد اول حاجه الكورنيش الاول. الكورنيش الاول متركب في مين؟ متركب قلنا في الوسط، يبقى انا هاخد الوسط وهضربه في 3، ده مقدار الكشكشه اللي موجود عندي، ده مقدار الكشكشه اللي موجود عندي. طيب بيديني ايه؟ بيديني وليكن هنقول سين، لان انا مقاس ما اعرفوش دلوقتي بالنسبه للايه؟ للقانون. انا السين دي هي المقاس اللي انا بستعمله بعد كده وبركب فيه مقدار الكورنيش التالي. بس خلي بالك انا بعدين هضيف له مقدار الخياطات، لكن لما اجي احسب الكورنيش التاني هاخد السين اللي طلعت واضربها في 2 مقدار كشكشه. بعمل ايه؟ بقلل مقدار الكشكشه شويه، عشان مش معقوله هبدا بنفس الكثافه اللي موجوده عندي اعمل الكورنيش اللي بعده او الكورنيش التاني. فبقلل مقدار الكشكشه شويه لان المساحه بتكبر بتاعه القماش اللي موجود عندي. هيديني مقاس الكورنيش التاني وبيكون وليكن صاد. الكورنيش التالت متركب في التاني، يبقى انا هاجي في الكورنيش التالت هاخد الصد واروح اضربها في 1.5 مقدار للكشكشه، هيديني مقدار الكورنيش التالت. يبقى انا في الكرانيش المتعدده الادوار انا باخد اول حاجه الكورنيش الاول احسبه، باخد دوران الوسط واضربه في مقدار 3 سنتي مقدار 3 عشان يديني توزيع الايه؟ الكشكشه اللي موجوده، وبتكون كشكشه غزيره، ده في حاله القماش كمان الخفيف. المقدار اللي بيطلع انا بركب فيه الكورنيش التاني، الكورنيش التاني بقلل فيه مقدار الكشكشه شويه، عشان كده باخد الكورنيش الاول اللي هو الناتج بتاعه السين واضربه في 2 اللي هي مقدار الكشكشه بيكون اقل، بيديني الصاد اللي هي مقدار الكورنيش التاني. الكورنيش التالت قال لي باخد الصاد دي اضربها في 1.5 بقلل اكتر مقدار الكشكشه، مقدار الكشكشه، فبيديني الناتج النهائي. مع كل حاله من الحالات دول او مع كل مقاس من مقاسات الكرانيش انا بضيف مقدار الخياطات. بضيف الخياطات. بضيف الخياطات. الكلام ده ايه؟ الكلام ده بالنسبه للكرانيش المتعدده الادوار. طيب بعد كده الراجل بيقول لي ده انا عندي حاجه تانية، انا ممكن بدل ما انا اعمل توسيع في التصميم بتاعي وبدل ما احط كشكشه بعمل حاجه اسمها الكسرات. الكسرات هي بتبقى عباره عن طيه او تانيه بتديني شكل وموديل، وفي نفس الوقت بتديني واسع وبتدي حريه للحركه. طب الكسرات دي انا ليها عندي مقاسات ثابته؟ قال لي لا 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 دي مقاساتها مختلفه. قال لي الكسره بيتراوح عرضها من سنتي لستة سنتي. ده على فكرة اسمه عرض الكسرة. ده اسمه ايه؟ عرض الكسرة. من سنتي لستة سنتي. طب مسافتها؟ قال لي مسافتها دي عبارة عن ضعف عرض الكسرة. يبقى مسافة الكسرة بتبقى ضعف عرض الكسرة. طيب انا في الحالة دي انا ممكن لو في بلوزة بحط الكسرة بتاعتي بقى عرضها صغير.
سنتي 2 سنتي، وفي الحالة دي انا بضيف 2، بضرب المقدار ده العرض ده في 2 فيديني مسافة القماش الاضافي اللي انا بضيفه في الايه، في المسألة بتاعتي. طيب مسافة الكسرة، قال لي المسافة بتبقى عبارة عن ضعف عرض الكسرة، ضعف عرض الكسرة. طبعا احنا الكلام ده هناخد عليه تمارين وهنتمرن عليه وهنعرفه ازاي انا بضيفه في الموديل بتاعي. طب بالنسبة للكسرات، قال لي في حاجة اسمها كسرات متتالية. الكسرات المتتالية اللي هي ايه؟ بتبقى زي الموديل البليسيه، او الكسرات المتتالية اللي هي بتبقى ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فدي بتديني تصميم بسميه البليسيه. مقدار البليسيه ده لما اجي احسبه، لو هو متركب في الوسط انا باخد الوسط اضربه في 3، لا ده هو عمل البليسيه في مكان مختلف خالص. ازاي؟ جه في التصميم اداني الجونيلا كده وراح عمل الجزء السفلي هو اللي بليسيه. في الحالة دي انا هعمل ايه؟ قال لي هاخد عرض او دوران اكبر حجم، هاخد دوران اكبر حجم هو ده اللي انا هضربه في مقدار 3 لحساب البليسيه. يبقى انا عندي البليسيه بتاعي لما اجي احسبه في حالة تركيبه في الوسط انا باخد دوران الوسط في 3، في حالة تركيبه في قصة عند خط الجنب او عند اكبر حجم باخد اكبر حجم واضربه في 3. ده استنوا، ده في حاجة مهمة، ده انا ممكن البليسيه ده يكون في الكم. في الكم ازاي؟ اهو مش انا من شوية كنت بعمل بليسيه في، بعمل كسارة كشكشة في نهاية الكم، ما انا ممكن اعمل جزء كورنيش بس على هيئة بليسيه في نهاية الكم، وممكن برضو اعمل جزء بليسيه حوالين المرد بتاعي في التصميم بدل ما انا اعمل كشكشة. وبنشوف الموديلات دي موجودة كتير جدا طبعا، فين؟ في الفاترين وفي المحلات. ازاي؟ اهو ادي شكلها، ادي البلوزة، سوري، والكم بتاعي اهو، وهلاقي ركب هنا جزء عبارة عن بليسيه. الجزء البليسيه ده لما اجي احسبه هحسبه ازاي؟ باخد عرض الكم او دوران الذراع واضرب في 3، يديني مقدار البليسيه للايه؟ للجزئية دي. لا زي الموديل اللي عملناه من شوية، احنا هنا كان في عندي مرد، والمرد هو عمل فيه كورنيش. الكورنيش ده المرة دي مش هيكون كورنيش عادي، لا ده هيكون كورنيش عبارة عن قماش مضغوط بليسيه. في الحالة دي هعمل ايه؟ هاخد طول المرد او طول البلوزة واضربه في 3، واضربه في 3. يبقى انا عندي هنا الموديلات بتتنوع، لازم انا افهم شكل الموديل والتصميم اللي موجود عندي شكله ايه علشان اقدر احل بناء على الفهم بتاعي. لو انا مش هفهم شكل الموديل والتصميم اللي موجود عندي مش هعرف احل وهتلخبط، وفي اجزاء عندي هتفقد اثناء حساب كمية القماش واثناء التوزيع على القماش. طيب ده بالنسبة للبليسيه. يبقى انا عندي اخدت كام حاجة لغاية من الاسس الفنية، اخدت مسافة الخطا والتانيات، اخدت المردات بانواعها، اخدت الكشكشه، اخدنا الاكمام، اخدنا الاساور، اخدنا الكرانيش والبليسيه والكسرات. في عندي حاجه تاني شبه الكسرات بس بتختلف شويه، بتبقى اكبر شويه، هي مين؟ هي مقدار الكالونيهات. ولما اتكلم على الكالونيهات حد سامعاه بيقول لي ايه الكالونه مالها؟ مالها عباره عن كسرتين. برافو، كسرتين متقابلتين، يعني اتجاه تطبيق الكسره مختلف. بدل ما انا اعمل الكسرات بتاعتي متتاليه او الكسره ماشيه في اتجاه معين، لا ده انا بعمل الكسره متقابله وبص على اختها اللي قدامها او اللي جنبها. اهو لو انا عندي تصميم بالطريقه دي وهاجي هنا في نص الامام هعمل ايه؟ ده خط اهو. الخط ده على فكره لازم نبقى فاهمين شكله، الخط ده كده عبارة عن كسرة، الخط ده كده عبارة عن كسرة. لو جالي قدامه شكل خط تاني اداني شكل التمانية بالمنظر ده بقيت كده على طول كالونيه. ايه ده؟ دي كده كالونيه؟ اه دي كده كالونيه. طب والكالونيه دي مالها؟ قال لي عبارة عن كسرة وكسرة، بس الكسرتين متقابلتين. احنا من شوية كنا بنقول على العرض بالنسبة للكسرة، قلت ان هي ايه؟ لو انا بتكلم على مسافة الكسرة يا ولاد، مسافة الكسرة، مسافة الكسرة عندي قلنا بتساوي عرض الكسرة في 2، مسافة الكسرة بتساوي عرض الكسرة في 2.
طب لو انا بتكلم على الكالونيه، ده انت لسه بتقولي الكالونه عباره عن كسرتين، يبقى انا هاخد مسافه الكسره دي انزل بيها هنا بسرعه واروح ضارب في اتنين، يبقى انا عندي الكالونيه مالها؟ قال لي دي عباره عن مسافه الكسره في اتنين. لا، ده هو هنا مديني عرض الكسرة مش مديني مسافة الكسرة. طب ويعني مش مشكلة، انا لازم اتصرف، ما انا عارف ان الكسرة مسافتها عبارة عن عرض الكسرة في اتنين، يبقى انا لما هاجي هنا احسب الكالونيه هاخد عرض الكسرة بس المرة دي في ايه؟ في اربعة، يبقى هاخد عرض الكسرة في اربعة لو هو مديني عرض الكسرة مش مديني المسافة. لو مديني مسافتها خلاص هضربها في اتنين لان هي عبارة عن كسرتين، لا ده هو مديني العرض يبقى انا هضرب في اربعة. ده بالنسبة للكالونيه. على فكرة الكالونيه دي لو هي موجودة في خط النص انا بضيف على نصف الامام كسرة ولما اضرب في اتنين بيديني النص التاني. لكن لو الموديل بتاعي الكالونيه جت فيه من هنا على جنب، في الحالة دي انا لازم احسب الموديل بتاعي كامام كامل، لازم احسب عرض الامام كله، وفي الحالة دي اضيف مقدار الكالونيه اللي موجودة عندي. ده بالنسبة لمين؟ للكالونيهات اللي موجودة في التصميم بتاعي. طيب ايه تاني؟ قال لي تعالي معايا هناخد الاكوال. بالنسبة للاكوال طبعا اي قميص فرنجي، اي بلوزة، اي تصميم عندي بلاقي فيه نسبة كولا، في كولا. الكولا دي ليها اشكال مختلفة. انا عندي بالنسبة للاكوال في ثلاث اشكال متعارف عليهم انا باخدهم. انا عندي هنا كده الاكوال ثلاث اشكال، في كول قطعة واحدة، وفي كول قطعتين، وفي ياقة القميص الفرنجي او بنسميها ياقة القميص الرجالي. كل قطعة واحدة لما انا بشوفها بلاقيها كولة جزئية واحدة بس، اهي في التصميم بتاعي بتبقى باينة وواضحة كده، اهي دي كولة جزء واحد قطعة واحدة، لانها على فكرة هي لفة من ورا كده. في حين الكولة القطعتين لا 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 لا، دي بتتميز بانها بتكون في فساتين الاطفال اكتر، او في بعض موديلات ايه البلوزات الحريمي او البلوزات السيدات. يعني لو انا عندي فستان طفلة مثلا هلاقيه شكله كده اهو، بلاقي فيه كولا اهي، من قدام الكولا ما عندي مقسومة نصين، ادي جزء وادي جزء. الخلف بتاعه الموديل الفستان بتاعي بتاع الطفل بلاقيه كده اهو، نفس السفرة اللي موجودة الخلفية. وطبيعي انا هلبس الطفل الفستان ازاي، او هلبس في الطفل اللي عندي القميص بتاعه ازاي؟ ده قال لي لازم يكون في مرد خلفي، فالمرد ده بلاقي الكولة بتاعتي مقسومة، يبقى هنا بقي فيه كولة جزء ودي الجزء بتاعها، والجزء التاني بيكملوا الجزء الخلفي، يبقى دي هنا كول بيبي، يبقى الكول القطعتين بتبقى دايما في الكول بيبي، بتبقى قطعة يمين وقطعة شمال منفصلين في الأمام ومنفصلين في الخلف. طب وبالنسبة لياقة القميص الفرنجي؟ قال لي ده بص بتبقى مهمة جدا. أقول لكم تعالوا ناخدها فرقة تانية لوحدها مستقلة. كولة القميص الفرنجي بتبقى عبارة عن جزء علوي، الجزء العلوي، وفي عندي الجزء السفلي. شكلها أصلا بلاقيها كده، ده الجزء العلوي بتاعها. طب والسفلي؟ تعال معايا تعال بصي اهو اهو، ماله يا خبر ابيض، ايه ده اللي طلع له ده؟ اصله بيكون في تحت هنا مرد بزرار، لان انا لما بلبس القميص الفرنجي مفترض ان انا بقفل الزرار العلوي، بقفل الزرار علشان البس مثلا كرافات او اي حاجه زي كده، فانا بيبقى في عندي مرد هنا. الجزء العلوي للكولا لما اجي احسب العرض بتاعه اهو، قال لي باخد العرض واضيف له سنتي خياطه اهو، ما هي الجزء العلوي
متخيط في الجزء السفلي، يبقى انا بضيف له سنتي خياطه. والمقدار ده عمري ما شفت كولا طبقه قماش واحده. امال ايه؟ ده بتكون طبقتين قماش، يعني ليها بطانه وكمان فيها فازل داخلي، حشو داخلي. فانا لما اجي احسب الكولا او الجزء العلوي بتاعها باخد العرض واضيف له سنتي خياطه، وبعدين اضرب في 2. ايه الاتنين دي؟ قال لي دي مقدار البطانه. يبقى انا لما باخد الجزء العلوي باخد العرض اضيف له سنتي خياطه واضرب في 2 لمقدار البطانه. ده بالنسبه للجزء العلوي. طب والطول؟ هو اوريدي بيكون مديني الطول بتاع الكولا، باخد الطول واضيف له 2 سنتي خياطات. مش 2 بس؟ قال لي لا 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 لا، ده انت لسه قاعده تقولي لنا مرد وهلبس كرافات ومش هلبس كرافات، امال اعمل ايه؟ قال لي لا، ده انا لازم اضيف 2 سنتي للمرد يمين و2 سنتي للمرد شمال. ياه، ايه ده؟ سوري سوري يا حبايبي، انا هنا ده لا، ده الجزء العلوي سوري، الخطوه دي خاصه بالجزء السفلي، سوري معلش. الجزء العلوي عندي انا بضيف له سنتي خياطه يمين وسنتي خياطه شمال. الخطوه دي سوري معلش هننزلها هنا مع الجزء السفلي. يبقى انا عندي هنا الطول بالنسبه للجزء العلوي بضيف سنتي خياطه يمين وسنتي خياطه شمال، اهو الطول، باخد الطول بتاعي واضيف 2 سنتي خياطات. ده بالنسبه للجزء العلوي. الجزء السفلي هو اللي فيه الحكايه اللي احنا كنا ايه بنقولها دلوقتي، معلش انا ايه تسرعت بسرعه، عايزه اقول لكم المعلومه وعايزاكم كلكم تخلوا بالكم عشان محدش يتلخبط فيها، فرحت ايه مستعجله ومدياكم على طول طول الجزء السفلي. طيب الجزء السفلي قال لي العرض بتاعه 2 3 سنتي، تمام، اخد العرض بتاع الجزء السفلي اهو، هو بيديهوني بيقول لي 2 سنتي 3 سنتي على حسب، وبضيف له 2 سنتي خياطه. صح؟ واحده بتقول لي انت يا مس نايمه؟ اقول لها لا استني استني، ده انا صاحيه معاكي اهو، ده انا بضيف للعرض ايه؟ سنتي واحد بس خياطه واضرب في 2 علشان مقدار البطانه. ده بالنسبه لعرض الكولا الجزء السفلي. طب والطول؟ هتقولي لي ما انت سبقتي وشرحتيه من شويه، باخد الطول بتاع الكولا او دوران الرقبه واضيف الخياطات بتاعتي اللي هي 2 سنتي خياطه، واضيف معاهم ال 2 سنتي مرد يمين و 2 سنتي مرد شمال. يبقى انا بالنسبه لطول الجزء السفلي انا باخد الطول واضيف 2 خياطات واضيف 2 مرد يمين واضيف 2 مرد شمال، كل ده بيبقى هو عرض وطول الايه الكولا القميص، كوله القميص الفرنجي. يبقى انا عندي كوله القميص الفرنجي بتبقى جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي بيبقى شبه الكولا اللي هي القطعه واحده ما فيهوش اي اختلافات، والجزء السفلي بلاقيه ماله بيبقى في جزء مميز جدا جدا، ان الطول بتاعه بيكون 2 سنتي زياده زائد 2 سنتي مقدار خياطات. طبعا احنا هنا اهو ده بالنسبه لكوله القميص الفرنجي بنتكلم عنها. الجزء العلوي بتاعها بضيف سنتي خياطه واضرب في 2 للبطانه، الطول بضيف له 2 سنتي خياطات. طيب بالنسبه للجزء السفلي اتفقت معاكي ان هو ممكن يكون العرض بتاع الكولا 3 سنتي، لكن احيانا بيديهوني 2 سنتي، ده مش ثابت، وبعدين بضيف له سنتي خياطه واضرب في 2 مقدار البطانه. الطول اتفقت معاكم ان انا بعمل ايه؟ باخد الطول بتاعي واضيف له 2 سنتي مرد يمين و2 سنتي مرد شمال. ده بالنسبه للاسس الفنيه. خدنا كام حاجه في الاسس الفنيه؟ الاسس الفنيه دي هنقعد عليها نحفظها عن ظهر قلب، كانها اسمنا. خدنا في الاسس الفنيه مسافه الخياطه والثنيات، خدنا المردات، خدنا فيها 3 انواع، مرد بسيط، مرد كروازيه، مرد بسيط بالريفيرا. اخدنا الكم بالاسوره، الكشكشه، القرانيش، الكسرات، الكالونيهات، البليسيه، الاكوال، وخدنا في الاكوال كل قطعه، كل قطعتين كل قميص الفرنجي او كل القميص الرجالي. كل دي هي الاسس الفنيه اللي انا لازم اكون عارفها وحافظها. احفظها عن ظهر قلب، امسك كده ورقه وقلم واقعد اكتبهم. على فكره انا اوريدي لما باجي ارسم
طيب رسم الباترون، الحاجات دي كلها انا بستعملها ولازم اكون عارفها عشان لما ارسم الباترون بتاعي انا بضيف الحاجات دي لوحدي عن طريق التصميم، يبقى انا المقايسات بتكمل معايا باترون والباترون بيكمل معايا مقايسات. طب نيجي ناخد مساله ونبدا نطبق الكلام اللي احنا اخدناه. هنقرا سوا مع بعض كده المساله ونشوف ايه اللي موجود فيها بالنسبه لي. بيقول لي هنا يقوم احد المصانع بانتاج 400 بلوزه. البلوزه دي حسب التصميم. على فكره هو رسم التصميم بتاع البلوزه قدامي، ممكن في الشرح ما يديش كل المعلومات وانا عن طريق فهمي للتصميم انا اشتغل لوحدي. طيب قال لي ايه في مواصفات التصميم؟ قال لي التصميم عباره عن بلوزه سبور بكم طويل، الكم بتاعها اهو شايفاه طويل، والكم بتاعها ده منتهي بايه؟ منتهي باسوره، وفيها حاجه اسمها مرد كالونيه. كالونيه ايه ده؟ هي البلوزه ممكن يبقى فيها مرد كالونيه؟ هقول لك اه، البلوزه ممكن يبقى فيها عندي مرد كالونيه. ازاي؟ هيبقى كأن قلابة خارجية بتغطي صف الأزرار، زي ما احنا شايفين كده في التصميم بتاعنا ان مفيش زراير، هو في خط. ايه الخط ده؟ ده عبارة عن الكالونة اللي متغطي بيها الأزرار بتاعتي. طيب وفي ايه كمان؟ قال لي وفي كولة قميص فرنجي. ايه تاني؟ قال لي بصي بقى معايا، احنا على فكرة لما هنيجي نقرا المسألة لازم اقرا كل كلمة واقرا المسألة من اولها لاخرها قبل ما احل. مش ممكن اقرا جزء وابدا احل، ليه؟ لاني ممكن المعلومات يكون في جزء منها في بدايه الكلام وفي جزء في نص الكلام وفي جزء في نهايه الكلام، ده ممكن اصلا المطلوب يكون حاجه غير اللي انا متخيلها، يبقى انا لازم اقرا المساله بتاعتي كلها في الاول واحدد انا هبدا منين وهشتغل ازاي، وبعدين ابدا ايه؟ احل. طب هنيجي نشوف باقي المعلومات وباقي البيانات اللي هو مديهاني في المقاسات. قال لي ايه في المقاسات؟ قال لي نص عرض الامام 26، وبعدين نص عرض الخلف 24، طول البلوزة 60، عرض الكم 32، طول الكم 60، مقاس الاسورة 4 في 20. يعني ايه 4 في 20؟ يعني معناها ان عرض الاسورة 4 والطول بتاعها 20. طيب ايه كمان في المقاسات؟ قال لي في مقاس الكول. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مديني كولة قميص فرنجي. اول ما اشوف الحتة دي اقول اه ده احنا لسه شارحين دلوقتي على طول الايه؟ كولة القميص الفرنجي. اخدنا ان فيها جزء علوي وفيها جزء سفلي. الجزء العلوي هو مديني مقاسه 5 في 40 والجزء السفلي مقاسه 3 في 40. طيب ايه المطلوب؟ قال لي بص انا عايزك تحسب لي كمية القماش اللازمة لتنفيذ الكمية. عايز كمية القماش، علما بان عرض القماش اللي موجود عندي كام؟ 80 سنتي. هو حدد معايا عرض القماش وقال لي ان هو 80 سنتي واداني مقاساتي. احنا هنيجي هنا، طبعا احنا من شويه لما شرحنا المردات ما شرحناش وما جبناش سيره حاجه اسمها مرد ايه؟ مرد كالوني. طب لما اجي انا ابدا احسب المرد الكالوني، المرد الكالوني ده بلاقيه ماله؟ بيتميز عندي لو انا جيت عند خط النص بتاع الامام، انا طبعا برسمه لكم كده كبير عشان نفهم، ده هنا نصف الامام. لما هبدا اضيف المرد انا متعارف عليه وحافظ ان المرد بتاعي 2 سنتي، سوري اهو ده مرد مقداره كام؟ 2 سنتي. طب انا لما اعمل قلابه على المرد هل من المعقول ان انا اعملها اكبر او اقل؟ قال لي لا، ده انا لازم اعملها بنفس المقاس. فالقلابة دي كأنها هتبقى زي كسرة خارجية، كسرة بتغطي الازرار اللي موجودة عندي، يبقى انا لما انفذها قال لي لازم اعمل لها مقدار بطانة. يبقى المرد عندي 2 سنتي هضيف 4 سنتي مقدار للبطانة، ده كده المرد بتاعي. طب والقلابة الخارجية؟ قال لي القلابة دي بتبقى عبارة عن 4 سنتي تاني أنا بضيفهم. يبقى أنا هنا بالنسبة للمرد الكالوني لما أجي أحسبه قال لي هاخد الجهة اليمنى لوحدها بإن أنا آخد نصف الأمام بتاعي وأضيف له 2 مرد واربعة بطانة واربعة مقدار الكسرة او القلابة. ده بالنسبة للجهة اليمنى اللي موجودة عندي في الايه؟ في البلوزة.
طب وبعدين؟ قال لي الكلام ده لازم احسبه واجمعه. بعديها بيديني الجهة اليسرى. الجهة اليسرى، هل من المعقول ان انا اعمل قلبة في الناحية اليمين اغطي بيها الزراير واجي الناحية الشمال اعمل قلبة؟ طب امال انا هوصل للعروة ازاي؟ ما انا مش عارف اوصل للعراوي، امال ايه؟ قال لي لا لا لا، الجنب الناحية التانية للجهة اليسرى بيبقى مرد بسيط خالص. سمع حد بيقول لي المرد البسيط 2 و4 6؟ برافو، هو ده صح، هو كده. يبقى الجهة اليسرى لما انا بحسبها باخد نصف الامام واضيف له الستة بتوعي اللي هم عبارة عن 2 و4، 2 مرد و4 بطانة، زي اي بلوزة عندي او اي تصميم مرد بسيط. طيب نشوف مسألتنا اهو. الراجل هنا جه في المسألة بتاعتي وقال لي ايه؟ قال لي عرض الامام الجهة اليمنى لوحدها، خد 26 وضاف لها سنتي خياطة من الجنب وضاف 2 مرد و4 بطانة و4 للقلبة الخارجية وجمع الناتج اداني 37 سنتي. طيب عرض الامام الجهة اليسرى الناحية التانية. على فكرة في ملاحظة يا ولاد، خلوا بالكم ان انا ليه بقول الجهة اليمنى، لان هو مديني بلوزة حريمي. لو هو اداني قميص فرنج رجالي في الحالة دي انا هعكس، لان الرجالي متعارف عليه ان الشمال على اليمين، لكن الحريمي او السيدات بيكون اليمين على الشمال. اه ما انا ممكن اشوف احيانا جلابية رجالي ما بشوفش فيها الازرار في الجزء الامامي، امال ايه؟ بيكون فيه مرد كالوني. او ممكن اشوف قميص فرنجي بس ما بشوفش فيه الازرار، وبالعكس ده انا بشوف فيه تصميم مزخرفه في النص هنا من قدام، زي القمصان اللي بتستخدم في الافراح وفي المناسبات بتبقى فيها اشكال وزخرفه معينه، او ممكن الاقي فيها بعض كتابه او حروف كده مكتوبه تطريز بيبقى ليها شكل ظريف جدا جدا، ما بشوفش الزراير بتاعتها. في حاله لو هو قميص فرنجي رجالي على طول هقول ايه؟ هقول الجهه اليسرى هي اللي بضيف فيها 2 مرد و4 بطانة و4 قلابة، وعكس النص التاني اللي هو بقى هيبقى الجهة اليمنى هي اللي هتبقى المرد البسيط، ان انا باخد عرض الامام واضيف له الستة بتاعت المرد البسيط بالايه؟ بالبطانة بتاعته اللي هي 2 و4 سنتي. طب نكمل كده بقى المسألة بتاعتنا. بعد كده انا بحسب طبعا طول الامام. طول الامام هو طول البلوزة اللي موجودة عندي، اي طول اتفقنا مع بعض بضيف كامل الاطوال 3 سنتي خياطة وتانية. يبقى انا عندي بالنسبة للطول للبلوزة للفستان للبنطلون للجونيلا اي حاجة، حتى الجيب على فكرة لو انا بضيف له الطول بتاعه، اي قطعة بحسب الطول بتاعها بضيف دايما 3 سنتي خياطات. نكمل كده. طيب بعد ما انا بحسب طول الامام بتاعي ببدأ احسب عرض الخلف. عرض الخلف هتقولي لي ما رسمليش الخلف، هو سايب لي التصميم بالامام بس. ما دام رسم التصميم امام بس اعرف على طول ان الخلف فاضي، الخلف ساده، الخلف ما فيهوش حتى خط خياطه في النص. دي تاخدوها قاعده تحفظوها، ان طول ما هو التصميم بتاعي مرسوم امام بس يبقى الخلف كله قطعه قماش واحده ما فيهوش اي خياطات. طب نكمل باقي المساله. بعد ما انا هاخد عرض الخلف بضيف له مقدار الخياطه سنتي واضرب في 2 لايه؟ عشان النص التاني. واخد طول الخلف، وطول الخلف في الحاله دي بضيف له كام؟ اللي هو عباره عن طول البلوزه او طول الامام او طول الخلف، كل واحد بضيف له 3 سنتي مقدار للثانيه والخياطه. وابدا احسب عرض الكم. عرض الكم كنا قلنا من شويه في الاسس الفنيه ان انا بضيف له 2 سنتي خياطات، سنتي خياطه يمين وسنتي خياطه شمال. بيديني كام؟ بيديني 34 سنتي، 32 وبضيف له 2 خياطات. في حاجة مهمة، أنا عندي في التصميم في البلوزة في كمين، يبقى لازم أفكر نفسي وأنا بكتب المسألة بتاعتي وبحسب الأبعاد إن أنا أقول الجزء ده أنا هكرره مرتين، عشان كده أنا كاتبة إيه؟ يكرر مرتين. طول الكم ده كان لسه من شوية بيقول لي فيه أسورة، فأنا بضيف طول الكم وأضيف له 2 سنتي خياطات وإيه؟ وأحسب الكم بتاعي يطلع لي 62 سنتي. طب عرض الأسورة؟ اتفقت معاكي الاسورة فيها بطانة، بضيف سنتي خياطة واضرب في 2 لمقدار البطانة بيديني عرض الاسورة اللي موجودة. طول الاسورة باخد 2 سنتي زيادة على الطول اللي موجود عندي. واتفقت معاكي زي ما الكم بتاعي كمين انا بوزع برضو في الرسم اسورتين. طيب
الكولا حفظنا خلاص جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي بحسب عرضه وطوله وباخد العرض اضيف له سنتي خياطه واضرب في 2 للبطانه، والطول بضيف 2 سنتي خياطات. الجزء السفلي هو اللي قلنا فيه الفكره بتاعتنا الجميله اللي كنا متسرعين فيها انا وانتو من شويه لما حسبناها مع بعض. الجزء السفلي قال لي ايه؟ باخد عرض الكولا وبضيف سنتي خياطه واضرب في 2 للبطانه. الطول اهو اهو كام كام مين معايا؟ 40 سنتي و4 مقدار المرد يمين ومرد شمال 4 سنتي و2 سنتي خياطات. انا كده حسبت كل الابعاد اللي موجوده عندي في المساله. هبدا ارسم القماش. كان قايل لي القماش كام؟ 80 سنتي. القماش 80 سنتي على فكره دايما بصغر القماش وبعمله بمقياس رسم وليكن 1:20، فمقاساتي كلها دايما بصغرها علشان اقدر ارسم في المساحه بتاعت الكراسه بتاعتي او ورقه الامتحان. مش معقوله ان انا هرسم بالمقاسات الطبيعيه، فعشان كده باخد اي مقاس عندي في الابعاد اللي انا حسبتها وابدا اقسمه على 20 في ورقه كده جانبيه علشان ابدا ايه اوزع الاجزاء. دايما ابص يا ولاد على مين؟ على عرض الكم، لان عرض الكم احيانا الكمين مع بعض بيكون عرضهم كبير، فبناء عليهم انا ببدا اوزعهم الاول احيانا وبعدين ابدا اوزع الامام واوزع الخلف. يبقى انا لما اجي اوزع في الرسم التخطيطي بوزع دايما الاجزاء الكبيره وبعدين اوزع الاجزاء الصغيره. امام خلف اكمام دول دايما بيبقوا اكبر حاجه عندي في التصميم بتاعي. طيب نشوف كده في الرسمه بتاعتنا احنا هنعمل ايه. اهو قال لي اول حاجه انا حطيت الامام وزعته. الامام عندي عرض الجزء اللي هو الجهه اليمنى وعرض الجهه اليسرى، وتحتها انا حطيت الخلف، وفي النهايه حطيت مين او وزعت مين؟ وزعت الاكمام. في عندي القماش بتاعي، هو كان قايل لي عرض القماش كام؟ كان قايل لي عرض القماش 100 سنتي. 100 سنتي في عندي مسافه عادم من الجنب. العادم ده انا مش ههدره ولا حاجه، بالعكس انا في عندي كولا وفي عندي اساور لسه هوزعهم، والكولا عندي جزء علوي وجزء سفلي بوزعهم في المساحات اللي هي ايه اللي فاضيه او في مساحه العوادم الخارجيه. ببدا اجمع الارقام دي كلها عشان احسب طول البلوزه. بحسب مين؟ بحسب الاطوال الخارجيه، طول الامام، طول الخلف، طول الكم، جمعتهم مع بعض ادوني ايه؟ 198 سنتي. ده الراجل كان عاوز مني ايه؟ كان عاوز مني 400 بلوزه. يا خبر ابيض، 400 ده رقم كبير جدا، ما ينفعش اتعامل بالسنتي. امال ايه؟ لازم اقسم على 100. اهو لما هاجي احسب كميه القماش الكميه بحسب على بقسم على 100 علشان يديني بالمتر، عشان اقدر اقول له ان كميه القماش في النهايه كلها كام؟ قال لي 792 متر قماش. ده كده اجمالي كميه القماش المطلوبه لتنفيذ 400 بلوزه من التصميم الموضح قدامي. النهارده اخذنا سوا مع بعض ورجعنا معنى المقايسه، رجعنا الاسس الفنيه كلها وكملناها، واخذنا تمرين حسبنا بيه كميه القماش اللي موجوده عندي وحسبنا الابعاد، وعرفت ازاي انا ببدا ان انا اوزعها على القماش. واخلي بالي ان انا لما برسم الرسم التخطيطي بعمله بمقياس رسم وليكن 1:20، ممكن لو مقاسات صغيره موديلات اطفال ممكن اعملها بمقياس رسم 1:10، مفيش مشكله. المهم ان انا ايه اوزع الاجزاء بتاعتي واحاول اوفر اكبر كميه قماش. النهارده في المساله بتاعتنا كان هو مديني عرض القماش، لكن ممكن في مسائل تانيه هتقابلنا ان شاء الله بيديني اختيارات ويقول لي لا انت اختاري افضل قماش، ولما اختار افضل قماش يا اولاد لازم اراعي ان انا اقلل نسبه العادم اللي موجوده عندي، يعني ما اختارش قماش واهدر في الكميه بتاعته وان انا اختاره يكلفني كتكلفه وكسعر وكاهدار في كميات القماش. طبعا اتمنى ان انا اكون وفقت النهارده في شرح المساله معاكم والتمرين وفي شرح الاسس الفنيه. عايزين نحفظ الاسس الفنيه ونراجعها كويس جدا 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 علشان هي دي اللي هنشتغل بيها طول السنه لغايه الامتحان ان شاء الله. هنتمرن عليها وهنحل تمارين مع بعض، وان شاء الله نحل اي مساله من مسائل الكتاب اللي موجوده عندنا، في عندنا تمارين في الكتاب نحلها ونتمرن على طريقه الحل بتاعتها. اشوفكم مره تانية ان شاء الله، الى اللقاء واتمنى لكم التوفيق. باي باي.